السلام عليكم. اليوم محاضرتنا راح نكمل بيها الأرثماتيك Instructions، وبالخصوص إعازي الملتبلاي والديفايد. إعازي الملتبلاي والديفايد هذه إعازين تنتمي إلى الأرثماتيك Instructions. هذه الإعازات تتعامل كلاهما الملتبلاي والديفيجن والديفايد. ممكن نقسمها إلى signed و unsigned Instructions. يعني مثلا بالملتبلاي اكو multiply يستخدم للunsigned multiplication، واكو i multiply اللي يستخدم للsigned multiplication. كذلك بالdivide يوجد الunsigned division، هذا هو الunsigned division، ويوجد signed division. بشكل عام فهذا التقسيم الاول. التقسيم الاول، الصفة الاخرى، انه اعازي الmultiply والdivision يتعاملون فقط مع الـ AX والـ AL register كـ خلي نبدي بأول إعاز. أول إعاز، إعاز الـ multiply اللي هو unsigned multiplication instruction، يقوم بعملية الـ multiplication. هنا عملية الـ multiplication يا أما 8 بت أو يا أما 16 بت، إذا وهذا راح يعتمد على قيمة السورس اللي ينكتب هنا. إذا كان السورس مثلا register 8 بت، فمعناته عملية الملتبليكيشن راح تتم بين هذا الريجستر الـ 8 بت مع الريجستر الداخلي اللي هو الـ AL، والناتج يخزن بالـ AX. أما إذا كان السورس 16 بت، فهذا السورس اللي هو 16 بت راح يخزن أو راح تتم عملية ضربه بالـ AX ريجستر، والناتج يخزن، لأن أتوقع الناتج راح يكون كبير جداً ما يستوعبه فقط الـ AX، فالناتج يخزن بالـ DX مع الـ AX. It multiplies two bytes to produce a word or two words to produce a double word. فشو هنا يا أما byte في byte فيطلع word، أو word في word يطلع double word. This instruction assumes one of the operand in AL or AX. فلذلك هذا الإعاز يفرض أنه أحد الأوبراندات، لأن أنت من تضرب لازم أكو رقم ينضرب في رقم، فالرقم الأول هو السورس، هذا هو السورس، أو الرقم هو السورس، والرقم الثاني اللي يفرض هو يا أما الـ AL أو الـ AX. أوكي؟ implicitly السورس كان be a register or memory، هذا السورس ممكن يكون memory أو register. إعاز الـ I multiply هو نفس إعاز الـ multiplication، لكن هنا أنا راح يفرض أو راح يعني خلينا نقول يتعامل مع السورس كسايند نمبر. والسايند نمبرز اكو فرق بين الانسايند والسايند نمبرز. هذا الارقام يعني هسه مثلا احنا اذا نروح عليه، خلي ناخذ هذا الرقم مثلا، خلي نقول الاي اكس، او مثلا الاي ال يساوي اف 0. هذا معناته شو يساوي بالباينري؟ يساوي 1 4 وحدات و4 اصفار. تمام؟ انا راح افهم انه بسبب هذا بسبب البت الاخير، هذه البت، هذه يسموها ساين بت الاس. فهنا الرقم يا اما يفسر على شيئين، يا أما signed number يعني كأنما رقم هو signed، أو unsigned. إذا signed number معناته هذا الرقم هو سالب فد شيء. شلون عرفته؟ من آخر بت الواحد معناته الرقم سالب. زين، هسه هو سالب إيش قد الرقم؟ لازم أحتاج أعرفه من بقية الرقم هذا. إذا الرقم كان سالب حتى أعرف أصله إيش قد قيمته، لازم اخذ للتوس كومبلمنت واحوله يطلع الرقم ايش قد مقصود بيه سالب. اوكي، اما اذا كان المقصود بالرقم هو unsigned number، فمعناته هنا الرقم هو عباره عن الاف صفر. اوكي، اللي هو يعني رقم موجب وقيمته الاف زيرو بالهكس. اوكي، خلينا ناخذ examples. Examples مثلا هنا بالكالكوليتر،
لاحظون هنا أنا مثلا خلي نفرض أول شيء شوفوا هنا أنا إذا حبيت أتعامل ويا الرقم كسايند أو أنسايند، يعني مثلا هسه إذا كتبت F 0 هذا الرقم F 0 وقلت له بالدسيمال إيش قد يساوي الـ F 0 خلي أكتب هيكس بال 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 بالديسيمال هو 240 اوكي فالاف 0 فسرها ك 240 ليش؟ لان الرقم هو unsigned اوكي بينما اذا قلت له اف 0 بالهكس وفرضت signed number فرضت signed هنا طبعا خلي اف 0 خلي نفرضها بايت أو ديسيمال راح يفرض ايش قد الرقم ناقص 16 فإذا هذا الرقم اللي هو الـ F0 ممكن يفسر على أنه زائد 240 إذا كان unsigned أو يفسر على أنه ناقص 16 إذا اعتبرت signed number أوكي زين وبالتالي هنا لما نستخدم إعاز الـ multiply هذا يعاز الملتبلاي خلينا نكتبه هنا هذا يعاز الملتبلاي هذا هو اللي يستخدم للانسايد نمبر راح يفرض انه ما موجود بالاي ال والسورس او الاي اكس والسورس هو ارقام انسايد اما اذا استخدمت الاي ملتبلاي لا راح يفرضهم كسايد وبالتالي ياخذ بنظر الاعتبار اشارات الرقم مثل ما شرحت لكم بالانستركشن بالمانيوال طبعا اذا رحنا على اعاز الملتبلاي هو unsigned multiplication الالجوريثم مالته وان اوبراند اذا كان الاوبراند اللي استخدمه طبعا هو لو ريجستر لو ميموري اذا كان بايت فهنا معناته هذا الاوبراند اللي هو البايت راح ينضرب بالاي ال والناتج يخزن بالاي اكس واذا كان الاوبراند الريجستر او الميموري هو عباره عن وورد يعني 16 بت فال 16 بت راح تنضرب بالاي اكس والناتج ينخزن بالدي اكس اي اكس اوكي فاذا 8 بت اخلي له مكان ابو 16 حتى يخزن ناتج واذا كان 16 بت فاخلي له مكان 32 بت حتى يخزن الناتج مثال هنا تلاحظون مثلا اول شيء نقلت للاي ال رقم 200 اللي هو سي 8 بالهكس نقلت بالاي ال وايضا نقلت للبي ال 4 صار الـ BL بـ4 فمن أكتب multiply BL هذا الإعاز multiply BL هو شنو؟ هو عبارة أنه الـ AX راح يساوي قيمة الـ AL ضمنياً مضروبة في الـ BL فهنا الـ 200 في 4 راح تنخزن بالـ AX وبالتالي الـ AX راح يساوي 800 بالديسيمال اللي هو 0320 بالهكس 320 بالهكس أوكي؟ طبعا هنا الاعاز الملتبلاي ياثر فقط على الكاري والاوفر فلو فلاج فقط ياثر على الكاري والاوفر فلو البقيه unchanged ما تتغير هذه تبقى كما هي لكن السي والاوفر فلو يتاثرون طبعا يصيرون صفر when high section of the result is zero يعني مثلا اني اذا حاصل ضرب الاي ال بالاوبراند كان الناتج يكفي انه نخليه فقط بالاي ال فهنا أنا راح يكون السي اف والاوفر فلو صفر، اما اذا عبر على الاي اتش فراح يكون قيمته مو صفر. الكاري فلاج والاوفر فلو. نفس الكلام ينطبق على الاي ملتبلاي اللي هو الانستركشن الخاص بالساين ملتبليكيشن، لكن هنا أنا راح يتعامل مع الاوبراند والاي ال كساين نمبرز. كذلك البايت بايت في الاي ال ويخزن بالاي اكس، واذا كان وورد الوورد في الاي اكس ويخزن بالدي اكس اي اكس. على سبيل المثال مثلا ننقل للاي ال ماينس 2 للاي ال ونقلت للبي ال ناقص 4 فهنا انا ملتبلاي ملتبلاي بي ال اي ملتبلاي بي ال راح يضرب قيمه البي ال في الاي ال اللي هو ناقص 4 في ناقص 2 يطلع زائد 8 ويخزنه بالاي اكس اوكي فهنا أنا طبعا الاعاز هو اي ملتبلاي والناتج بالاي اكس لان الاوبراند هو 8 بت فهذا هو الاعاز الملتبلاي والاي ملتبلاي اوكي
نأتي على الإعاز الآخر اللي هو divide والI divide. مثل ما كان عندنا signed وunsigned، نفس الشيء بالdivision، عندي signed division وunsigned division. أول إعاز هو الunsigned division، هذا أيضا يتعامل مع السورس. وهنا عملية القسمة، إذا كان السورس 8 بت فهو راح اللي راح يسوي the operand is stored in AX، الأوبراند اللي راح نقسمه، والديفايزر هو السورس اللي المقسم هو السورس والمقسم هو بالAX. فهنا الAX على السورس الناتج راح يطلع ناتج الكويتنت والريميندر. فهنا ناتج القسمة الكويتنت راح ينخزن بالAL والريميندر ينخزن بالAH. خلنا ناخذ example، يعني نفرض انه الاي اكس انا خليت به مثلا يساوي 15، الاي اكس يساوي 15. اوكي، خلي هنا أنا نكتب بالبرنامج، خلي نقول اي اكس يساوي، خلي نخلي 15. اوكي، واخلي مثلا البيئه رقم 2. فهنا العملية القسمة هي ال 15 على 2، يعني من أقول له divide div bl. فهنا المفهوم مال هاي العبارة هو إنه شنو؟ الـ AX يساوي 15 والـ BL يساوي 2. فمن أقول له div divide bl مفهومه شنو؟ إنه الـ AX راح يساوي الـ AX مقسوم على الـ BL. أوكي؟ يبقى شيء واحد هنا، أنت لما تجي تقسم، لما تجي تقسم الـ AX على الـ BL، هذا الـ AX على الـ BL اللي هو طبعاً 15 الـ AX على 2، هذه العملية بيها ناتجين، ناتج قسمة اللي نسميه الكويتنت اللي هو 15 بيها كم 2، طبعا يبقى بيها 7 ويبقى 1. هذا الكويتنت الكيو وهذا الريميندر الباقي. اوكي، هذا الكويتنت اللي هو ناتج القسمة راح ينخزن بالاي ال، وهذا الريميندر راح ينخزن بالاي اتش. اوكي، فلذلك انتم تلاحظون هنا، خلي نسوي، اذا تلاحظون هنا تلاحظون الريميندر راح يستقبل الاي اتش، والناتج القسمه نخليه بالاي ال بالكويتنت. فهنا اذا رجعنا على ال نرجع نرجع على البرنامج، نسوي له ايميوليت. تلاحظون هنا سنجل ستيب نقل للاي اكس 15 اللي هي 0F، وسنجل ستيب نقل للبي ال رقم 2، فالاي اكس بي 15 والبي ال بي 2. هسه راح اجري عمليه الديفيجن اللي هي الانسايند، راح يقسم ال 15 على 2 فراح يطلع رقمين، ناتج قسمه اللي هو 7 وباقي قسمه اللي هو 1. ناتج القسمه اللي هو 7 راح يخزن بالاي ال وباقي القسمه راح يخزن بالاي اكس. فمن اقول له سنجل ستيب هذا ناتج القسمه 7 وباقي القسمه هو الواحد انخزن بالاي ال. فهذا إعاز الـ div. أوكي، إعاز الـ i div، إعاز الـ i div هو نفس تفسير الـ division. طبعا هنا لما يكون الـ source هو 8 bit، فاللي راح يتقسم هو الـ AX. بس لكن لما الـ source يكون 16 bit فاللي راح يتقسم هو الـ DX AX. أوكي، يعني شنو؟ هسه اذا رحنا هنا على اعاز الديف، هذا اعاز الديف unsigned division،
إذا كان عملية التقسيم بايت، يعني أنت تكتب divide فد register مثلاً، خلينا نقول BL مثل الإكزامبل مالتنا، يعني دا تقسم على بايت BL، فاللي راح يتقسم هو الـ AX، فالـ AX راح يتقسم على الـ BL على الأوبراند، أوكي؟ وبالتالي الـ AL راح يضم قيمة الناتج القسمة، والـ AH راح يخزن الـ remainder. أما إذا كان الريجستر أو الميموري المقصود بعملية الديفيجن هو 16 بت، يعني مثلا تقول له divide BX، BX 16، فهنا ما راح يكون المقسم هو الـ AX، لا راح يكون الـ DX مع الـ AX هو الرقم المقسم، وناتج القسمة راح يخزن بالـ AX والباقي من القسمة يخزن بالـ DX. هذا فد إكزامبل أنه أنا خليت بالـ AX 203 وخليت بالـ BL 4 وقسمت divide BL. هنا هذا الـ BL مفهومه أنه شنو؟ الـ AX يتقسم على الـ BL، ناتج القسمة ينخزن بالـ AL والـ remainder أو باقي القسمة ينخزن بالـ AH. وهنا طبعا الـ 203 على 4 بها 50، يعني 50 في 4 200، وباقي القسمة اللي هو 3، فالثلاثة ينخزن بالـ AH وناتج القسمة اللي هو 50 ينخزن بالـ AL. أوكي؟ طبعا الـ divide instruction ما يأثر على الفلاجات بشكل عام، كلهن ما يأثر عليها. نفس الشيء إذا كان الإعاز IDIV، فهنا أنا فقط راح يتعامل مع الأوبراند كساين هو والـ AX. إذا كان بايت راح يقسم الـ AX على الأوبراند ويخزن الناتج بالـ AL والباقي بالـ AH، وإذا كان وورد فراح يقسم الـ DX AX على الأوبراند والناتج يخزنه بالـ AX وباقي القسمة باقي القسمة يخزنه بالـ DX. Example عندنا هذا نفسه، خليت مثلاً بالـ AX ناقص 203 وخليت بالـ BL 4، فهنا عملية القسمة راح تقسم ناقص 203 على 4، فناتج القسمة سالب ناقص 50، واللي يبقى من القسمة هو 3. طبعاً باقي القسمة دائماً يأخذ إشارة المقسم، يعني أنت تأخذ الباقي ناقص 3 نفس إشارة منين إجا، يعني الثلاثة جت منها فتأخذ هاي الإشارة فسالب 3. فهذا الـ I div، إعاز الـ I div والـ multiply والـ I multiply. أوكي؟ أتمنى تحاولون بالبيت تجربون بعض الإعازات، يعني بعض القيم، وتجربون الـ multiply والـ I multiply والـ divide والـ I divide حتى تكون واضحة عندكم هذه الإعازات اللي هي الـ multiply والـ divide. أوكي، أتمنى تكون المحاضرة واضحة. شكرا جزيلا لكم.